عن طريق بن قاسو، كرة ملعوبة من المريني، يرفع الكرة داخل منطقة العمليات رأسية من بن قاسو، وجدت شباكا تستقبل أول هدف في هذه المباراة، ولو أنه لم يتمكن الحارس من التصدي بشكل المطلوب على اعتبار بدا وجد نفسه مضايقا برأسية أتت بعجالة وأيضا بطريقة مفاجئة وأعطت افتتاحة هدف من جانب فريق النادي المكناسي.